اعزائي المشاهدين، يعني لازم اقول لكم تضغطون زر اللايك عشان تضغطون، ولازم اقول لكم اكتبوا كومنتات عشان تكتبون، لان في الحلقه الماضيه يوم قلت لكم اكتبوا في الكومنتات جاء اكثر من 1500 كومنت، وهذا يعني ما قد صارت من فتره طويله جدا. مو بس كذا، اللايكات جدا كانت مرتفعه، فمعناته لازم في كل حلقه اقول لكم. انا توقعت لا انتم خلاص بتسوون الموضوع هذا بدون ما احد يقول لكم، لكن لا، طلع لازم اقول لكم. يا القهر، اسافه لو كنت ادري كم. بين فترة وفترة أحب أتابع تغطيات البيوت، كيف تصاميم، كيف شكل البيت، الأثاث، الحركات، فقلت ليش ما نسوي حلقة ونسوي ردة فعل لايف وتقييم. طبعا بعطيكم تقييم بصفتي يعني المهم لما تكتب جولة في بيتنا، شوف على طول جولة في بيتنا، في واحدة يمكن نزلت 3 مليون مرة انها نقلت في البيت، بس اكتب جولة، جولة في غرفتي، جولة في بيتي الجديد، اخيرا نقلت بيت جديد، بيت جديد، فما راح اسوي ردة فعل لان الى الان ما اكتشفنا بيتها الحقيقي وين، كل شوية بيت جديد. خلونا نبدا في بيت نور ستار، لان توها نزلت مقطع بالصدفة سبحان الله، فكرت بالفكرة ونزل المقطع. هذا يعتبر اكثر فيديو عفوي صورته بحياتي. اوكي هذا فيديو جدا عفوي. في دمعة ولا ما في دمعة؟ شريت لأمي بيت أحلامها، أوكي فهذا بيت أمها المفروض، وين البيت؟ وات؟ كيف البيت كذا؟ كأنه محل كأنه حلاق، البيت وينه؟ وين البيت؟ لا! إي والله ما في بيت، بس إنها وقعت، أنا على بالي تغطي أفا. أنا وأصالة كان أكثر بيت مثير للاهتمام لأنه في كاليفورنيا. طبعا هذا شكل البيت، يا ساتر ما شاء الله. بس الحاجة يعني أحس اللي غريبة كذا، أحس البيت موحش يعني في الليل، ما في أحد وظلام، يعني يخوف شوي، لكن الشكل الخارجي 7000 من 7000، واللون الأزرق مع الأبيض يا سلام، والله والله فن. أوكي هذا المطبخ. المطبخ عادي حلو، يعني عادي حلو حلو، ما ادري احس لو كان غير الابيض ممكن يكون احلى. طبعا انا بعطي ملاحظات زي ما قلت لكم بصفتي ما ادري مين، لكن كذا انا سولف. في لون من الاخضر حلو، احسه كان بيكون يعني المطبخ او اي لون ثاني اسود او اي شيء، يعني احس الابيض والبيت كله ابيض ما ادري غريب كذا. هذه الجلسه جلسه فنانه والله، جلسه هنا ومطلع على الجبل اللي ما فيه احد. وات هنا عندهم طاوله هنا، وقبل شيء كان عندهم طاوله، ايش في؟ في هون جلسه. اوه هذه جلسه خارجيه، بس ما غريبه التضاريس صدقوني اللي حولهم، يعني احس كانه في الديره عندنا. ترى والله ما امزح، والله كانها كذا شباك الديره، تفتح الدريشه وتشوف المنظر هذا. في بالليل لانه هون هذا شكل البيت مره كبير، مره ما شاء الله كبير. اذا بتجوا هيك بتطفوا تطلعوا يشتغل بالايباد الاضاءه. تحكموا على قوه الضوء وخفه الضوء. الو 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 بالفيديو ترد علينا، يعني هلا تكبس عجيب. لا وايباد حق الجدار، يعني حق لمبه، حق مو بايباد تستخدمه، لا ايباد حق البيت. واو هذه الحين صدق؟ اي والله مدفاة صدق. كيف كذا تشتغل؟ يعني اقصد كيف يطلع الهواء الحار؟ والتلفزيون فوق، البيت مره كبير احس عليهم، مره كبير، هم عددهم اربعه الحين صاروا. انا بالنسبه لي صراحه احب البيوت تكون ملمومه اكثر من يعني قصور كذا، ما هو جوي قصور. اوكي ما عندي فلوس الحين حق قصر، بس اقصد لو كان عندي فلوس قصر ما احس اني راح اشتري قصر. كذا البيت حالاته يكون كذا. هذا طبعا انا جوي، مو بانه هم يمكن جوهم كذا قصر كبير. هذا صراحه اكبر بيت يعني احس اني شفته في بيوت اليوتيوبرز. والله كبير، والله قصر قصر ما شاء الله كبير البيت، حتى الظاهر انه مسوي جزئين. رجع دعس بالطين وحيرجع يفوت على البيت اللي مسحنا الارض، اذا الناس عرفوا بالكومنتات قالوا لك اصاله حتهلك بالتنظيف. اي والله تنظيف البيت يا ساتر، غرفه كامله للكور البنت الصغيره. ثاني احلى شيء بالبيت. اوكي البيت مره كبير فيحتاج وقت لين يمت، تحسه فاضي مره كذا. ومن هني حلو الصباح، حلو صراحه بصراحه كثير حلو. اوه هذا المكتب حقه. تقييمي للبيت بدون طبعا اثاث، ما في اثاث، قليل مره الاثاث حقهم، 9 و 9 و10 ممكن اعطيه 9، يعني ممكن اعطيه 8 من 10. راح اقيم بيتهم، عندي ممتاز جدا، ممتاز، جيد جدا، جيد، ويعطيك العافيه. راح اقيم بيتهم ممتاز. ليش ما هو ممتاز جدا؟ مكان البيت احسه شوي موحش كذا ومو حلو. شيء ثاني البيت مره كبير وموحش، فعشان كذا اعطيتهم ممتاز، والله جميل جميل جدا التصميم. نروح للي بعده، حبيب القلب. وات بيسوي جوله في بيته الجديد اللي هو بيته نفسه؟ ان شاء الله يا رب لا. تخيل كذا بس من ورا المسبح من هناك، بس هو جاء من ورا. لا والله شكله مكان مختلف. يلا خلينا نشوف البيت. عاد هم يسوون زي ما قلت لكم 7 دقائق. يلا 2 3. اوه شاليهات. اوه لا مره مو جوي. احب اللون الازرق، يعني احب اللون السماوي. والله يا الجلسه تعبانه صح. طبعا هذا ذوقي، يعني هو ذوقه كذا يمكن عاجبه، بس انا ذوقي كذا مو متناسقه. والستاره يا ساتر. الصفراء
في لخبطة يمكن عشان دور ماني ما ادري قاعد اشوف كذا شاليهات قديمة كذا. والله فعلا لولا اختلاف الاذواق لبارة السلع طاولة طعام تحت الدرج شيل واحدة منها ليه؟ والله شاليهات يا عيال، والله شكلهم مسجلين شاليه وقالوا بيتنا جديد، والله ما استبعد، والله العظيم ما استبعد. ناقص كثير اشجار، يعني احسه لو انه خلى على السور فراغ كذا وخلى زرع كان طلع احلى. ما اعرف والله يا شباب. هذه الغرفة صراحة التقييم راح أعطيك يعطيك ألف عافية. حسيته قديم بزيادة مرة، تنسيق غلط، ستاير غلط، الدنيا فاضية، وين أنا سوصالة بيتهم ما شاء الله. عصومي وليد راحوا على بيت الجيرة. طبعا وليد تزوج، ألف ألف مبروك، وهذا هو البيت اللي بيسكن فيه، فخلونا نشوف ونعطي تقييمنا لذوق وليد. بسم الله، شوفوا من الباب صراحة أحس فيه فخامة، يعني بشوف شيء راقي. شقة مو بيت، شقة. والله دي حلوه، انا احتاجها صراحه، واضح جدا. عجيب عجيب، فصايره زي البلكونه كذا. حلو حلو حلو، والله شقه مره كيوت. اوكي كلها في المطبخ يا وليد. حلوه حلوه البراحه هذه اللي صايره عند الباب كذا، احس انها اعطت نفس، كنت على بالي خنقه كذا بس صاله ومطبخ. غرفتين نوم. اوكي 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 اوكي، نعطيك يا وليد على الشقه الكيوت، جيد جدا. تدري ليش؟ لانها ما بحقتك، حقت عمته لنور. ايش رايكم باللهجه الاردنيه؟ بدي خلص الكلمات. يا جماعه الخير، راح نشوف الحين اغرب تغطيه واغرب فلوق في العالم اتوقع. راح يقدمون الفيديو كله كذا. والله صدمني انا في البدايه، على بالي بس شويه كذا، سرعت كذا عشان اشوف هل بيبدا فلوق كامل كذا، والقناه كلها كذا. متى تبدا الجوله؟ اوكي هذا ما اقدر اقيمه صراحه لاني ما شفت شيء. اللي بعده ناجي القاق، خلونا نشوف البيت حقه. يا سلام، صالة حلوة. كيف يا جماعة؟ أنا جبت غريبة. شوف الفيل. جامد. والله حلو، واضح انها شقة، الصالة مرة مرة حلوة، كبيرة كذا وسيعة وفيها قزاز كثير، مرة حلو مرة حلو مرة حلو. الصالة أعطيها 10 من 10. واضح ان الاثاث ما خلص، بيكون مره كثير، واضح ناجي يحب الزحمه وهذا جوي صراحه، فاعطيه 10 من 10. اذا في حاجه غلط في المطبخ، هذا الكولر طبعا، الكولر ممكن البلاط اللي في الجدار. غريب المطبخ، غريب كذا، احسه مو متناسق كثير مع بعض. شوفوا هاي المراي، هاي المراي عليها فلامينجو، حلوه هاي المراي، انا بحب هاي الاشياء هيك الفلامينجو. لاحظت انه حبيت الزحمه. لازم هاي خزانه، خزانه الملابس، حلوه والله. لا حلوه، بفكر اعملها جيم. الشقه مره رهيبه، واضح باقي ما خلصوا يعني، ولكن المطبخ ما عجبني مره، انا بالنسبه لي ما عجبني مره، لكن كمجمل صراحه رهيب مره، فراح ياخذ زي اخوان اعطيته ثانيه، راح ياخذ جيد عشان اعطيته ثانيه، لا خلاص سمحته، راح ياخذ زي الوليد جيد جدا. بكذا نكون وصلنا نهايه المقطع، لا تنسى يا عزيزي المشاهد اللايك والاشتراك في القناه وتكتب تعليق عشان كذا نتحمل. شوفوا لي في الحلقه الجايه من تبغون نقيم وناخذ جوله في بيت. شكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، مع السلامه.